وسط مشاركة أكثر من 150 شركة عارضة ونحو 5000 زائر ومتخصص في مجال أمن المعلومات، شكل معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات في دورته الثالثة منصة رائدة لاستعراض خطط واستراتيجيات التصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية. بنقدم لأول مرة حل أمني جديد جدا، الغرض منه الحقيقة فقط تقليل الفترة اللي بنستجيب فيها للهجمات. أشهر من أشهر المشاكل اللي بنسمع عنها إنه بعض الشركات الكبيرة جدا جدا تعرضت للاختراق، مش لأن ما عندهاش حلول أمنية، عندها حلول أمنية وحلول أمنية كتير جدا جدا، لكن الموظف اللي بيشتغل أو خبير أمن المعلومات الموجود عنده طاقة جسدية محدودة. أنا الغرض كله من الحل ده إن أنا بدل ما استجيب في ساعة أو يوم، مرات أنا ممكن الاستجابة تقعد أسبوع، أنا استجيب في 30 ثانية، استجيب في 20 سنة. المشاركون في المعرض أجمعوا على ضرورة استحداث المؤسسات الكبرى للتقنيات والبرمجيات التي يتم استخدامها في هذا الصدد للحماية من الاختراقات اللا أخلاقية. من أفضل الحلول التي ابتكرتها مجموعتنا في هذا المجال برمجية جديدة موجهة لموظفي المؤسسات للتصدي للقرصنة الإلكترونية، كما طورنا برمجيات أخرى في مجال الحوسبة والهواتف الذكية توعية لأفراد المجتمع. الجريمة الإلكترونية هي ثاني أكثر الجرائم الاقتصادية شيوعا في المنطقة، حيث تكلف سنويا الاقتصاد العالمي نحو 4 مليارات دولار، الأمر الذي يجب التوقف عنده والتفكير فيه. حسب التقارير العالمية بسنة 2014 متوسط عدد الأيام اللي بتكون الشركات فيها تحت الهجوم الإلكتروني تقريبا 229 يوم، وبالإضافة إلى 229 يوم هاي الشركات بتحتاج إلى 30 يوم إضافي لعملية تنظيف أو حماية أو التخلص من الهاكرز. يأتي المعرض في وقت تتزايد فيه عمليات الجرائم الإلكترونية بصورة غير مسبوقة على مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، لإتاحة الفرصة لصناع القرار في المجال التقني بتقييم وتحديد وتأمين الحلول المتنقلة التي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. سيناريوهات عديدة تطرح في هذا المعرض لبحث مجموعة من أحدث حلول أمن المعلومات رداً على التهديدات التي باتت تشكل هاجزاً لمجتمع الأعمال والمؤسسات الكبرى. شيماء عبد المنعم، أورينت نيوز، دبي.